ببلدية العوانة بجيجل وعلى مساحة 1 هكتار، يجد الزائر لهذه المزرعة نفسه بين أشجار محلية وأخرى استوائية أعطى ثمارها وبإنتاج وفير، حيث نجح صاحبها في غرس أشجار الفواكه الاستوائية، فكانت بداية التجربة بشجرة الجوافة. هذه الفاكهة فاكهة استوائية ويسموها الجوافة، فيها زوج أنواع، كاين النوع الأبيض وكاين النوع الأحمر، وفي القو كاين النوع الأحمر فيه القو شباب على هذا، بصح هما فيهم فوائد كيف فوائد تاع سورتو لأصحاب السكري، يعني تهبط النسبة تاع السكر ما شاء الله. الورق تاعها ملاح للصدر، لاغريب ويسقطوهم في الماء، تغلي الماء وتحطهم وتشربهم، وفيها فوائد طبية. نجاح تجربة شجرة الجوافة دفع بصاحب المزرعة للبحث على أنواع أخرى من أشجار الفواكه الاستوائية لتجربتها محليا، فخاض تجربة جديدة أعطت بدورها ثمارها. هذا يسموها الحرنكش، شجرة الحرنكش استوائية، والفاكهة تاعها هي يعني نوع من الفاكهة فيها غلاف، وبعد كي تنحي الغلاف تبان الحبة تاع الفاكهة. تجارب أثبتت إمكانية تأقلم الأشجار الاستوائية مع مناخ الجزائر، وبالخصوص بالمناطق الساحلية التي بإمكانها أن تكون فضاء حقيقيا لظهور شعاب جديدة.